بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ما شاء الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. شكرا يا محمد على هذه الطريقة الطيبة في التلاوة والأحكام الطيبة. طبعا دي كلنا عارفينها، دي طريقة مين في التلاوة والتحقيق والقراءة الطيبة، طريقة فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى. قراءة طيبة يا محمد، بنشكرك عليها.